السلام عليكم. اليوم غادي نطرقوا لواحد الموضوع ديال هاد الجلدات ديال البوطه اللي كنشريهم من الحانوت وما كيطولوش بزاف، ها هما اللي كيركبوا هنا كما كتشوف. هادو الا بغيتو تصاوبوهم ساهلين، تصاوبوهم في المنزل ديالكم، ها هما، وكيطولوا بزاف. كتحس بهم، يعني يضرب بهم جوج بوطات ثلاثة، ماشي مشكل. هاد الطريقة سهلة. هانتوما هادو هما المواد اللي غادي تستعملو، ساهلين. كاينة شوية ديال الزيت كما كان الزيت ديال الدار ديال القلي اللي كان. كاينة كرو، مشيو تشريوه كرو ديال 24، قولو للمكازا يعطيكم كرو ديال 24. وهنايا مشيو عند شي ميكانيك وخذوا من عنده بحال هاد التيو. هذا كيتستعمل اما الماء، كيكون عندهم ديال الماء. المهم هاد العبار اللي تخشى فيه هاد الكرو بحال هكا. وهذا باش غادي تقطعو خصو يكون شي موس صحيح وصافي. غادي تشوفوا هنايا سمول نيدرز، خشيت الكرو في هاد التيو بهذه الطريقه. هاد الزيت علاش غادي نخدمو؟ غير لان التيو باش كيسهل باش يقدر يدور. كدير واحد جوج قطرات هنا بحال الطريقه هكا، دهنوا بشويه بحال هكا. جيبوا واحد كلامونيت، كلكم عندكم كلامونيت في الدار، هيا كتشدوا باحكام هاد الاخر تيو هكا، وكديروا واحد جوج دورات تقريبا هكا. الدوره الاولى، الدوره الثانيه. اذا لاحظتوا شوفوا هنايا، نزيد واحد شويه. إلا لاحظتو شحال هنايا خرج تقريبا، نقولو واحد جوج الميلي مثلا ثلاثة اللي خرج من هنا. هذا هو اللي غادي تحصلو على هاد الجلدة هاكا. الطريقة كيفاش؟ تشدو الموس، غادي باش تجيكم ساهلة، غتمشيو هاد الموس حطوه على الحديدة هاكا. غادي ديرو المرة الأولى هاكا، تحسو بيه دار، عاوتاني دورو هكا 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 هكا. ها انتم عندكم جوان كيما هاد الشكل هكا، شوفوا. وهنايا الا لاحظتو كيكون عندهم نفس السمك. حاولوا منين تكونوا كتقطعوا، حاولوا ان تجيبوا نفس السمك، يعني تبقى دير هكا، ها 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 ها، ما تخليوش شي تنقيبه هكا هكا، تخليوها بلا، وغتحصلوا على هادو الجوانات. تخليهم في بواطه هكا عندكم في المنزل ديالكم، لان هاد الطوندور فيما كتزير على الجوان. نخطر بالنسبه تبدل البوطه، خصك تبدل هاد الجوان، كتبدلو الا كان يعني ضاع. هادو غادي تلاحظوا مع المده ان هذا يقدر يدير ثلاثه البوطات حتى لاربعه البوطات بهذه الطريقه. هذه انتما كتشوفوا طريقه سهله. تيو هكا، الكرو ديال 24 ديروا هنا، كيتخشى هكا بواحد سميتو باش تسهلوا عليكم الطريقه ديال كديروا شويه ديال الزيت. وانتما عندكم الى عجبكم الفيديو تكيو على اعجاب كي يصلكم الجديد.